بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنشرح درس رموز رياضية وعربية، ان شاء الله شباب نفهموه مع بعض. اول حاجة هنشوف المعاني. مر التاريخ طوله وامتداده، انجاز تقدم وعكسها تخلف وتأخر. رموز يعني علامات ومفردها رمز. شهير معروف وعكسها مغمور. عديد يعني كثير وعكسها قليل. مكانة منزلة وجمعها مكانات. غير مسبوقة فريدة لا مثيل لها. مشوار رحلة وجمعها مشاوي. هشوف دلوقتي يا جماعة أول سؤال، بما يمتلئ الوطن العربي؟ أول حاجة يمتلئ بالكثير من الشخصيات الرياضية التي حققت إنجازات غير مسبوقة في الرياضات المختلفة. يبقى وطننا العربي فيه كثير شخصيات كتيرة حققت إنجازات غير مسبوقة في الرياضات، في جميع الرياضات المختلفة. وأول ما أول بقى حاجة هندرسها أبو هيف، ما الذي استطاع عبد اللطيف ابو هيف فعله؟ يبقى اول تاني سؤال معانا، ما الذي استطاع عبد اللطيف ابو هيف فعله؟ او هو مين عبد اللطيف ابو هيف؟ هو مصري استطاع ان يضع نفسه في مكانه عاليه في السباحه حيث حقق العديد من الانجازات. يبقى عبد اللطيف ابو هيف هو سباح مصري استطاع ان يضع لنفسه مكانه عاليه في السباحه حيث حقق العديد من الانجازات. السؤال اللي بعده، ما اهم انجازات ابو هيف؟ اول حاجة عبور المانش عدة مرات محققا رقما عالميا قياسيا سنة 1953، والفوز باكثر من 20 سباقا دوليا، والفوز ببطولة العالم 5 مرات. يبقى عبد اللطيف ابو هيف او عبور المانش عدة مرات محققا رقما قياسيا عالميا سنة 1953، وفاز بأكثر من 20 سباق دولي، والفوز ببطولة العالم 5 مرات. ما الصعوبات التي واجهت عبد اللطيف أبو هيف عند عبور المانش؟ البرودة القاتلة والتيارات الجارفة. يبقى البرودة القاتلة للماء والتيارات الجارفة أيضا للماء. أذكر بعض الإنجازات الإنسانية التي قام بها أبو هيف. احنا عارفين طبعا أن أبو هيف قام بأعمال إنسانية كتير، هنشوف منه بعض انجازات ابو هيف الانسانية. اول حاجة تبرع بجائزته المالية في احد السباقات لاسرة السباح الانجليزي ماتيو سويب الذي غرق في المانش اثناء عبوره لا بمفرده ودون مركب مرافق. تبرع بجائزته المالية في احد السباقات لاسرة السباح اللي كان معاه في عبور المانش ماتيو سويب الذي غرق في المانش اثناء عبوره لا بمفرده وبدون مركب مرافق. وتقاسم جائزة سباق مونتريال مع رفيقه بالرغم من انسحاب رفيقه في بداية السباق لمرضه. يبقى كان في واحد بيسابقه في سباق مونتريال بالرغم من انسحابه انه برضه تقاسم الجائزة معه. متى توفى عبد اللطيف ابو هيف؟ توفى في ابريل عام 2008. يبقى ابو هيف توفى في ابريل عام 2008. اين ولدت؟ دلوقتي بقى نشوفوا يا جماعة نوال المتوكل. أين ولدت نوال المتوكل؟ في المغرب. نوال المتوكل مغربية، يبقى ولدت في المغرب. أذكر أهم إنجازاتها. فازت بذهبية سباق 400 متر حواجز في دورة ألعاب البحر المتوسط سنة 1983 بالمغرب وفي سوريا سنة 1987. يبقى فازت بذهبية سباق 400 متر حواجز في دورة ألعاب البحر المتوسط سنة 1983 بالمغرب وفي سوريا سنة 1987، وفازت بذهبية دورة الألعاب الإفريقية، وفازت بذهبية 400 متر حواجز في دورة الألعاب الأولمبية لعام 1988. يبقى نوال المتوكل أهم إنجازاتها، فازت بذهبية سباق 400 متر حواجز، ده كانت في دورة ألعاب البحر المتوسط في سنة 83 بالمغرب وفي سوريا سنة 1987، وفازت ايضا بذهبية دورة الالعاب الافريقية، وفازت بذهبية 400 متر حواجز في دورة الالعاب الاولمبية لسنة 1988. ما قيمة فوز نوال المتوكل بذهبية الالعاب الاولمبية؟ يعني هنشوف دلوقتي يا جماعة القيمة اللي فازت بيها نوال المتوكل بذهبية الالعاب الاولمبية. فتحت الطريق امام الفتاة العربية للصعود الى منصات التتويج في الدورات الاولمبية. يبقى بفوز نوال المتوكل فتحت الطريق امام الفتيات العربيات
للصعود الى منصات التتويج في الدورات الاولمبيه. متى اعتزلت نوال المتوكل؟ اعتزلت في مطلع التسعينيات. ما المناصب التي تولتها نوال المتوكل؟ اول حاجه منصب رئيس اتحاد العاب القوى المغربي ووزيرة الرياضة في دولة المغرب. يبقى نوال المتوكل وزيرة الرياضة في دولة المغرب ومنصب رئيس اتحاد العاب القوى المغربي. اسئلة الدرس: بما يمتلئ الوطن العربي؟ وما الذي استطاع عبد اللطيف ابو هيب فعله؟ وما قيمة فوز نوال المتوكل بزاوية الالعاب الاولمبية؟ وبكده يكون خلص درسنا، مع الوعد بدروس اخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.